الطاهر يلعب مهند كرة بينية طرف الأيمن، كرة وصلت للشيخ موكورو، علي فاري موكورو يحاول المرور، يلعب كرة مهند الطاهر، كرة ملعوبة بينية، فيصل موسى لمهند، تصيبة قوية، هدف جول، هدف لهلال الأبيض يتمكن من تقليص الفارق، وهذه المرة عبر الغزال مهند الطاهر الذي هو دوما المصوب والموقع والمسجل، اللاعب الذي يسجل هذه المرة أيضا في شباك فريقه السابق الهلال. لاحظ الكرة ملعوبة إلى فيصل موسى ثم التمهيد بشريك بشكل رائع جدا، التصيبة القوية تحولت بعدها ومرت إلى الشباك بعد أن لمسها أطهر الطاهر، وبالتالي سكنت شباك الحارس ماكسيم في هدف أول لهلال الأبيض الذي قرر قلص الفارق. وهنا كما ذكرت تصيبة كانت مهند الطاهر لمست في قدم أطهر الطاهر وتحولت داخل الشباك. انطلاق لهلال الأبيض ملعوبة بينية، خطيرة من شيخ موكورو ديكور لاعب النيجيري، ديكور يحافظ على الكره يلعب كره لكنها مقطوعه، وبعدها التحول هلال انتظار هذه الركنيه، استعد للتنفيذ، كره تلعب مع كوز داخل منطقه الجزاء، خطيره والراسيه، هدف تعديل لفريق هلال الابيض هذه المرة من اللاعب ماهر عثمان الذي تمكن من التسجيل والوصول الى شباك الحارس ومفضل محمد الحسن، والذي كمل في الشباك بكرة كانت معكوسة وكان فيها غياب للرقابة على اللاعب مفضل الذي وصل وسجل في الشباك هدف ثاني لهلال الابيض الذي يعدل النتيجة في هذه اللحظات بكرة استقرت في شباك الحارس مكسيم. هذه العكسية الملعوبة من الشيخ موكورو، وهنا كانت التمهيد من عمر سفاري والاكمال من مفضل محمد الحسن داخل الشباك ليعلن عن ثاني اهداف هلال الابيض، وبالتالي كانت محطة التحسين والتمويه او التمهيد من اللاعب عمر سفاري الى زميله مفضل في غياب للرقابة، وبالتالي يسجل هدف نجم اللقاء من الشركة الرائعة دوري السوداني الممتاز النجم ادوارد سادومبا ونجم اللقاء. هنا ماهر عثمان تمريرة خطيرة لفيصل موسى، هدف ثالث لهلال الابيض من الابن السابق لفريق الهلال فيصل موسى الذي لا يحتفل بهذا الهدف ولكنه يسجل في مرمى فريق هلال العاصمة، هدف ثالث هذه المرة عن طريق اللاعب فيصل موسى الذي يسجل ثالث اهداف فريقه هلال الابيض. هدف كان بصناعة للاعب ماهر عثمان، سيد شكرا لله فيصل موسى، وتصفيق حار من جمهور الهلال لفريق هلال الابيض، يعني جمهور الهلال يصفق للاعبي هلال الابيض في هذه اللحظات. لاحظ ماهر عثمان مهارة كبيرة في المرور، اسم على مستوى تقدم ثم لمسه كانت رائعه، وهنا كان متاخر تيم توماس سبق ووضع الكره داخل الشباك اللاعب فيصل موسى ليعلن عن ثالث اهداف اللقاء او ثالث اهداف فريقه في هذا اللقاء، وهو الهدف الخامس في المباراه، يتقدم هلال الابيض على هلال العاصمه بثلاث اهداف مقابل هدفين. تساوي خلص اللاعب حمودة بشير، تحولت الشيخ موكورو، خطيره موكورو، هدف رابع عن طريق اللاعب الشيخ موكورو لاعب السابق لفريق الهلال يسجل ويذهب ليحتفل بهذه الرقصة الإيفوارية الإيقاعية، وكأنه يقول أنا هنا موجود في هذا اللقاء وأعانق شباك الحارس. الجمهور الهلالي يحيي الشيخ موكورو على هدفه في روح رياضية عالية تحسب لجمهور الهلال مع اللاعب السابق، يعني كل الملعب صراحة يصفق للشيخ موكورو، وهنا أحضان ما بين إبراهوما وشيخ موكورو في مباراة تفوق فيها تماما إبراهوما على إيلي بلاتشي بالتكتيك المرسوم، واستطاع أن يستفيد من الأخطاء في قلب دفاع فريق الهلال ويصل بها في أربعة أهداف مقابل هدفين. لاحظتونا الشيخ موكورو استلم الكرة بمهارة كبيرة بكنترول عالي، تقدم ووضع الكرة بشكل رائع جدا في مرمى الحارس الحارس ماكسيم ليعلن عن هدف في فريقه السابق، وصافرة حكم اللقاء عادل مختار تعلن نهاية شوط اللعب